يقول هل زيادة الأشواط على 7 في الطواف، طواف التطوع، يؤجر عليه الإنسان؟ لا، الطواف 7 أشواط، إذا أراد أن يزيد 7 أخرى هذا طيب، أما أنه يزيد 2 3 يقول هذا أحسن وآجر، لا هذا ما في أجر. الطواف لا يصح ولا يقبل إلا إذا كان 7 أشواط وكان خالصا لوجه الله عز وجل. نعم، كما أن الصلاة ما تصح إلا إذا كانت عدد الركعات المشروعة